يعني انا كنت سايب حضرتك تتكلم في الفتره اللي فاتت عشان افهم هل ده فعلا كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده تقريبا بنسب كبيره جدا جدا حصل مع مانويل جوزيه. اذا دي مواصفات المدرب الناجح، هو ده اللي احنا عايزين نوصله، ده الدرس. يبقى ده لابنائنا المدربين. ايوه هو ده المثل اللي لابد انك انت تاخده وتشتغل بيه. لكن هناك فرق. اتفضل. انا اشتغلت مع ده ولعبت ضد ده. جوزيه، سوري استخدم لفظ يعني، لا اتفضل، شعبي شويه. لا شعبي مش مشكله كان. صايع. مدرب صايع جدا، جريء جدا، مغامر جدا، مقامر جدا. بمعنى يعني في المباراه وجد انه المباراه بتروح منه، او الفريق مستواه هبط، او النتيجه مش في مصلحته، عنده الجراه ان ياخد القرار الصعب، يروح رامي المهاجمين بتوعه في الملعب، مش مهم بقى على حساب مين، لكن هو كان بيعتمد على حاجه مهمه. ايوه اللي انا قلتها في الاول، على الهيبه بتاع النادي الاهلي. هيبه النادي الاهلي بتخلي الفرق ما تهاجموش كتير، تخاف منه، وبالتالي هو مغلوب ومحتاج يعدل النتيجه، ممكن يشيل ظهير ماتش 4-4، ماتش 4-4 ممكن يشيل نص الملعب ويزود عدد المهاجمين. زياده عدد المهاجمين دي بالاضافه الى اسماعيل، يعني اللي مش بالاضافه الى انه الهيبه الموجوده للنادي الاهلي. وبعدين انا كمدرب بشتغل ضد النادي الاهلي، وبعدين فجاه الاقي 4 رؤوس حربة وانا بلعب باثنين اسطبارين او في طريق الثلاثه، في ثلاثه كان ساعتها. طب اعمل ايه؟ اذا ما كانش عندي اسلام بيفهم كوره مثلا، واقول له لا انت خش بقى من ظهير ايمن تبقى قلب دفاع جوه مع راس الحربة الزياده اللي جاي ده، وانت يا سيد ابقى تخش جوه، او انت يا حمام ابقى تنزل تحت. لو ما عنديش العده دي هتعمل ايه؟ خلاص الماتش يقلب معاك زي ما كان هيقلب في ماتش 4-4. هو ده اللي عمله 4-4. لكن المقومات نفسها، الذكاء، القياده الشخصيه، بالاضافه الى حاجه مهمه عند عند جوزين، هيدوكوتي كان بيعتمد اكتر على مدير الكوره، حسن حمدي، زيزو، اي حد يعني من الشخصيات اللي كانت موجوده، كابتن صالح سليم، الكابتن عزت ابو الروس، كانوا يعملوا له السيطره والاعداد للفريق. جوزيه لا، كان بيعتمد كل على حاجة نفسه. يعني جوزيه كان بيعمل حاجه يمكن الجمهور يلاحظها ويسترجعها، فجاه والمباراه شغاله تلاقيه قلع الجاكيته ورماها في الارض وزعق واتعفرت وهجم وطلع وراح وجه، وما انتش عارف ايه السبب. السبب انه هو وجد خلل في الملعب. ايوه فبيصح اللعيبه. وكان بيعملها ايه يا كابتن؟ حاجه اسمها فيك ات دون ميك ات، يعني ايه؟ اعملها ظاهريا من جواك. لا ما هو انا احكي لك قصه. اتفضل. انا استفسرت مره، بستفسر من الخطيب على الموضوع ده، قلت له الراجل ده بيتنرفز كده ليه كده؟ قال لي كان في حاله كده، كان في ماتش اظن كنت بتلعبوه في السودان ولا حاجه، وحصل مشكله في الفندق وفي الريسبشن، عمل مشكله والناس اتلمت فالخطيب كان هو رئيس البعثه ساعتها. فقال لي انا سمعت دوشه ومشكله، فروحت اشوف في ايه، فلقيت جوزين عامل مشكله في الصاله بتاعت في الريسبشن، فخدته على جنب قلت له في ايه يا خواجه؟ قال لي ما فيش حاجه. قلت له ما فيش حاجه، امال ايه؟ فظيع. قال لي اصل انا شايف اللعيبه بتهزر وبتضحك وداخله وخارجه، فانا حبيت اخلي الحاله جيم في الجيش، حاله جيم يعني طوارئ، من غير ما ازعق ليهم، من غير ما ابين بتاع. فعملت القصه دي عشان الكل يرتدع. انت عارف مثلا يعني في البيت مثلا لما يحصل تزعل الكبير عشان اب وشاف عيال بتجري ودوشه في البيت ومش عارف، يروح ماسك الواد الكبير وهيبقى مزعق فيه، تلاقي الكل صغير وكله جري، فهو يروح. عملت كده النهارده بالمناسبه. فهو يروح عامل كده. ده نوع من الاعداد النفسي المختلف، غير الاعداد النفسي اللي غير مباشر، الاعداد النفسي غير مباشر. فهو استاذ في كده، وفي نفس الوقت معمل كارت ارهاب للحكم بتاع المباراه، اللي انت قاعد يعني في فاول هنا عملته هنا، في قرار هنا عملته هنا. فلما شاف المدرب متعصب وشاف المدرج قام ورا المدرب، النادي الاهلي عنده مشكله كبيره فوق بالنسبه للمدربين وبالنسبه للفرق. الجمهور ده
لما تشوف